بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا لمعالي النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب. نرحب أيضا بالسادة الأفاضل النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين. نرحب بحضراتكم جميعا أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر أصحاب هذا الإنجاز. طبيعي جدا أن وسط هذا الإنجاز الذي وصفه اللواء محمد الشريف بأن نادي محامين الإسكندرية جليم هو أفضل نوادي مصر على الإطلاق وأفضل نادي في محافظة الإسكندرية. وفي كلمة سيادتي اليوم أضاف السيد الوزير المحافظ والذي أثنى عليه نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام أنه سيتخذ من نادي محامين الإسكندرية نموذجا يحتذى لكافة الأندية التي ستشرع في البناء على كورنيش النيل بطول 17 كيلو. افخروا بهذا الإنجاز فأنتم أصحاب هذا الإنجاز. الصورة لا تحتاج إلى تعليق، ومن يدعون أنهم أبطال في نقابة المحامين عادوا بنقابة المحامين إلى الخلف لأكثر من 3 عقود. ضاعت فيها أراضي المحامين من في مصر من أسوان لدمياط بالمليارات، ضاعت أراضي الأندية، ضاعت مليارات على نقابة المحامين، ولن نتحدث طويلا في هذا الأمر. اليوم نقف على أفعال لا أقوال. أقسم بالله لست كعضو مجلس نقابة عامة، ولكن كعضو جمعية عمومية لي الفخر أن أكون بين محامين مصر ومحامين الإسكندرية ومجلس نقابة المحامين بالإسكندرية والنقيب العام عبد الحليم علام. يكفي اليوم أعنقنا كأعضاء مجلس نقابة عامة إلى عنان السماء بكلمات رئيس نادي الخضاة وكلمات محافظ الإسكندرية عن هذا الإنجاز الذي صنعتوه بأيديكم وبعزيمتكم وإصراركم. جمعية عمومية الآن تستطيع أن تفرز، لست من أرباب الانتخابات ولا صندوق الانتخابات. هذا العمل هو بداية لأندية مصر كي تكون على شاكلة هذا النادي المتميز الرائع. نادي محامين الإسكندرية هو فخر لمصر كلها ولمحامين مصر ولجمعيتنا العمومية. فلنحيي هذا الرجل وهذا المجلس ومجلس الإسكندرية والجمعية العمومية صاحبة هذا الإنجاز. وعايز أقول لحضراتكم خدوا مقارنة سريعة بين هذا المنشأ نادي جليم ومن يدعون أن لهم دور في إنشائه وبين مبنى النقابة العامة للمحامين الذي لم يفتتح بعد في مبالغ مالية بالملايين جاوزت 100 مليون جنيه. نادي جليم في الإسكندرية لن أتحدث في أرقام، هو إنجاز سيتحدث عنه نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب الممثل القانوني والشرعي لنقابة المحامين ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وأعضائها والجمعية العمومية. ويكفيني في هذا المقام لست مجاملا ولا أعرفه للمجاملة من سبيل، وأنا أحدث عضو في مجلس النقابة العامة للمحامين. ما قاله اليوم اللواء محمد شريف الشريف محافظ الإسكندرية من أن هذا الإنجاز هو عناء وجهد وعمل دؤوب لكم أن تفخروا به محامين مصر الشرفاء.
ستكون البداية لأندية مصر من الأسكندرية، ولن أعدد أندية أخرى. النخيب لديه الكثير والكثير لكل نخبات مصر. يحافظ على المال العام خط أحمر، وسنكشف للجمعية العمومية بالأرقام والبيانات ما يؤلم هؤلاء الذين اتخذوا من العمل العام وظيفة، ومن الاستيلاء على الأموال هواية على مدار سنوات طويلة. ولست حريصا على أن أكون عضوا في مجلس النخبة العامة القادم. لابد أن نضع الأمور في نصابها، ولابد أن نصحح المسيرة. نطمع في نخيبنا العام ومجلس النخبة العامة ومجالس النخبات الفرعية أن تكون البداية من هنا، وأن نلتحم جميعا يدا واحدة، وألا ننسى أو نتناسى أكثر من 20 عاما ضاعت فيها نخبة المحامين بين أمان المعاش وأمان العلاج والأموال الضائعة التي كون منها البعض ثروات. وأعني ما أقول أولئك الذين يحاولون أن يعودوا للمشهد مرة أخرى، ولن تسمح الجمعية العمومية لمحامين مصر الشرفاء بأن يعود أمثال هؤلاء.